السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الخامس. سنتعرف اليوم في مادة النحو على درس المثنى. بداية نقرأ الجمل المستخرجة من النص في بداية الدرس. الجملة الأولى: امتلكت الأسرتان أرضا. الجملة الثانية: امتلكت الأسرة أرضين. الآن بعد أن قرأنا الجملتين هناك بعض الأسئلة نقرأها ونجيب عنها إن شاء الله بمشاركتكم. السؤال الأول: أدل كل من الاسمين الملونين على مفرد أم على أكثر؟ نأتي إلى الجملة الأولى: امتلكت الأسرتان. الاسم الملون في الجملة الأولى هو الأسرتان. هل اسم الأسرتان دل على مفرد أم على أكثر؟ أكيد دل على أكثر من مفرد. إذن نجيب على أكثر من مفرد. المثال الثاني: امتلكت الأسرة أرضين. أيضا الاسم الملون هو أرضين. هل هذا الاسم دل على مفرد أم على أكثر؟ أكيد الجواب معروف، أرضين هو أكثر من مفرد. الآن نأتي إلى السؤال الثاني: ما العدد الذي دل عليه كل من الاسمين الملونين؟ هنا المقصود العدد واحد أم اثنان أم ثلاثة أم أكثر. الأسرتان، هذا الاسم دل على واحد أم على اثنين أم على أكثر؟ طبعا الجواب معروف، دل على اثنين. كذلك مثال ثاني: امتلكت الأسرة أرضين. الاسم الملون أرضين، هل دل على العدد واحد أم على اثنين أم على أكثر؟ أيضا جواب واضح ومعروف، أرضين دل على اثنين. إذا نكتب الجواب على اثنين. الآن ننتقل إلى السؤال الثالث، وهو: ما الحرفان اللذان أضيفا إلى الاسم المفرد في كل من المثالين الأول والثاني؟ أعزائي انتبهوا إلي قليلا. الاسم هنا الأسرتان رددناه إلى المفرد فأصبح الأسرة، ثم أصبح مثنى وقلنا الأسرتان. انتبهوا جيدا، ماذا أضفنا إلى اسم الأسرة المفرد حتى أصبح مثنى؟ لاحظ، كتبنا الزيادة باللون الأحمر وهو ألف ونون مكسورة. إذن الزيادة هي ألف ونون مكسورة. أيضا كلمة أرض، أرضين نردها إلى المفرد فتصبح أرض. لاحظ ماذا أضفنا إليها عند تثنيتها، أصبحت أرضين. أيضا كتبنا زيادة الزيادة باللون الأحمر وهو الياء، وهي الياء المفتوح ما قبلها والنون المكسورة. من خلال هذين المثالين نستنتج ما يلي: تعريف المثنى، المثنى اسم يدل على اثنين أو اثنتين. إذن نعيد، المثنى اسم يدل على اثنين أو اثنتين. نأخذ مثال من عندنا أيضا، عندنا مثال قد نقول مثلا صفان، صفان يدل على اثنين، مسطرتان تدل على اثنتين. الصف الثاني: يصاغ المثنى بزيادة ألف ونون مكسورة. إذا نعيد، يصاغ المثنى بزيادة ألف ونون مكسورة كما رأينا في مثال الأسرة الأسرتان. إذا أضفنا ألف ونون مكسورة، أو بزيادة ياء مفتوح ما قبلها ونون مكسورة على الاسم المفرد كما في المثال الثاني: أرض أرضين. ماذا أضفنا هنا عند التثنية؟ أضفنا ياء مفتوح ما قبلها،
ونون مكسورة. على ماذا أضفناه؟ على الاسم المفرد وهو أرض. اسم مفرد أرض. إلى هنا ينتهي القسم الأول من الدرس أعزائي التلاميذ. أعزائي تلاميذ الصف الخامس، ننتقل الآن إلى القسم الثاني من درس المثنى المقطع باء. لو نظرنا هناك عندنا جملا نقرأها الآن. الجملة الأولى: لعب صديق بالقرب من زهرة. امتلكت أسرة أرضا. في الطرف الثاني: لعب صديقان بالقرب من زهرتين. امتلكت أسرة أرضين. امتلكت أسرة أرضين. الآن عندنا بعض أسئلة سوف نقرأها ونجيب عليها بمشاركتكم إن شاء الله. السؤال الأول: أدلت الأسماء الملونة في القائمة واحد على مفرد أم على مثنى؟ نأتي إلى المثال الأول: لعب صديق بالقرب من زهرة. امتلكت أسرة أرضا. الأسماء الملونة هي صديق. اسم صديق هل دل على مفرد أم على مثنى؟ صديق، أكيد الجواب معروف، دل على مفرد. أيضا كلمة زهرة اسم دل على مفرد. الاسم الثالث أرضا أيضا دل على مفرد. إذا نكتب الجواب دلت على مفرد، على مفرد. السؤال الثاني: ما حركة آخر كل من الأسماء؟ صديق، زهرة، أرض. طبعا واضح كلمة صديق، صديق حركة آخرها الضم. سبب: لعب صديق، كونها أو كونها فاعل. لعب فعل ماض وصديق فاعل، لذلك جاء هذا الاسم حركته تنوين الضم. أما كلمة بالقرب من زهرة اسم الثاني زهرة، فجاءت حركتها تنوين الجر. ما السبب يا ترى؟ السبب لأنها سبقت بحرف الجر من، فهي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. إذا زهرة الكسر، لماذا؟ لأنه اسم مجرور. الاسم الثالث أرضا، لاحظ حركته تنوين الفتح. ما السبب؟ نقرأ المثال: امتلكت أسرة أرضا. فهنا أرضا جاءت مفعول به، والمفعول به كما تعلمون حركته الفتح. إذا أرضا هذا الاسم حركته الفتح، لماذا؟ لأنه مفعول به. الآن نأتي إلى السؤال الثالث. السؤال الثالث يقول: دل على الاسم المثنى في جمل القائمة 2. القائمة 2 فوق. الجملة الأولى: لعب صديقان بالقرب من زهرتين. الجملة الثانية: امتلكت أسرة أرضين. قرأت دللنا على الأسماء المثنات في القائمة 2. ننتقل إلى السؤال الذي يليه، سؤال رابع: ما الحرف الذي حل محل علامة الرفع الضمة في آخر كلمة صديق عند تثنيتها؟ لاحظ كلمة صديق كانت حركتها تنوين الضم بالمثال الأول لعب صديق. بالمثال الثاني عند تثنيتها أصبحت لعب صديقان. لاحظ استبدلنا تنوين الضم بماذا؟ إذا مثال هنا استبدلناه بالألف، كتبناها باللون الأحمر حتى تكون واضحة. إذا استبدلنا تنوين الضم بماذا؟ بالألف. هنا أوضح صديق، صديقان. لاحظ تنوين الضم ذهب ووضعنا عوضا عنه الألف. الآن المثال الثاني: ما الحرف الذي حل، سؤال خامس، ما الحرف الذي حل محل علامة الجر الكسرة في آخر كلمة زهرة عند تثنيتها؟ لاحظ عندي زهرة بالمثال هنا، لعب صديق بالقرب من زهرة، أصبحت هنا بالمثال لعب صديقان بالقرب من زهرتين. إذا كانت زهرة أصبحت زهرتين. ماذا وضعنا عوضا عن تنوين أو بدلا عن تنوين الكسر؟ وضعنا الياء وقد كتبت باللون الأحمر. السؤال السادس والأخير: يا
يقول السؤال: ما الحرف الذي حل محل علامة النصب الفتحة في آخر كلمة أرضا عند تثنيتها؟ لاحظ كلمة أرضا، امتلكت أسرة أرضا، فهنا أرضا جاءت مفعول به، ومن مفعول به كما تعلمون حركته الفتح دائما، فهنا أرضا كان حرف مفعول به حركته الفتح، عند تثنيتها أصبحت أرضين. ماذا وضعنا عوضا عن تنوين النصب؟ لا، كما تلاحظون كتبنا حرف الياء عوضا عن تنوين الفتح. الآن ماذا نستنتج من هذه الأمثلة؟ نستنتج من هذه الأمثلة ما يلي: علامة رفع المثنى الألف. إذن علامة رفع المثنى الألف، وعلامة نصبه وجره الياء. إذن علامة نصبه وجره الياء. إلى هنا ينتهي درسنا اليوم. أعزائي